أما الفنانين المغربيين كريم غيث وأسامة البسطاوي فطرحوا كليب أغنية قولي قولي، ونحن رافقناهم بكواليس تصوير الكليب حصريا في المغرب. ميرسي بوكو، وانا فرحانه انكم جيتوا في العرس ديالي اليوم. فريمون كبرتوا بيا، وانت جوج من اول الناس اللي قلت لك نهار تزوج غنرضى عليك. ولكن لا تفرحون كثير، فزواج كريمه منا هي تمثيليه قامت فيها لكليب اغنيتها الجديده قولي قولي. وبهالكليب نجح المخرج سفيان جراف انه يجسد بساطه الحياه وجمالها بالماضي. الاستوار ديال هذا الكليب سي كيعاود على القصه ديال الحب ديال شحال هادي ديال القديم ومع قصه الحب اللي كنعيشوها. هي فكره كتهضر على ناس زمان، على ان جوج العرسان اللي تزوجوا كانوا ساكنين برا، وهما يعني في ستيل ديالهم عصري جدا، ولكن توحشوا ناس ديال زمان، توحشوا الوالدين ديالهم، الجدود ديالهم. حنا بطبعنا كفنانين او كنساعدين توحشنا بزاف نمشيو للدوار ونجلسوا، توحشنا الناس اللي كي يعني ناس ديال الباديه، توحشنا البساطه، توحشنا بغينا نقدموا غير صوره انه الدنيا تبدلات بزاف وحنا توحشنا دوك الايام ويا ريت يرجعوا. ومثل ما هالعمل شكل عوده لكريمه بعد غياب سنتين عن الساحه الغنائية بعد آخر عمل قدمته بنت الفشوش، هالعمل أيضا شكل كامباك لأسامة البسطاوي اللي غيابه طال لسبع سنوات. الفنان أسامة البسطاوي كتجمعني بها علاقة صداقة كبيرة، والحمد لله من بعد النجاح اللي دار رجل المرأة أصداء جميلة، فقلنا علاش لا نديرو إن شانسون بجوج، لأنه إنسان كنحترمو، إنسان راقي وفنان، والناس بزاف ما كيعرفوش أنه كيغني صوته زوين. وهالعمل يعتبر ثاني تعاون لهم بعد ما شاركوا ببطولة فيلم راجل المرأة واللي قدموا فيه أيضا أغنية الجنري. جمعنا هذاك العمل أنا كريمة غيث ودازوا بيناتنا حويجات كنا مفاهمين، والتيلي فيلم خلانا نفكروا، انا بعدا شخصيا خلاني نفكر نحاول نشوف شي اغنيه. كريمة اقترحت عليا الاغنيه وما كانش زعما كان صدر محلول مفتوح، واستقبلتها وعجبتني الاغنيه وعجبتني الفكره وجميل هادشي اللي كاين. وبهالعمل طل اسامه بمجموعه اوشام ملصقه اختارتها كريمه لتخدم فكره الكليب. ومات كريمه few weeks ago she came to our studio and we build up a bond, a nice relationship, like a friendship, and she invited us to change the style of Osama a little bit to spice it up with some tattoos, so we're here. أما كريمة فطلت بأكثر من لوك اهتم فيهم خبير التجميل جواد بينغو. بالنسبة لجواد قلنا حاولت نلعب المكياج المغربي سامبل كذلك بالطريقة القديمة اللي فيها الحجر كما كتشوف في العرس القدام. ولأن علاقة صداقة تجمع كريمة مع خبير التجميل فما استغربنا أبدا المشاغبة اللي صارت بالكواليس. عندها تخوا لوك، اللوك اللي نلعبوا ليه يعني كما قلت لك ما نحاولوا مكياج مغربي بالتقاليد ديالنا بالحجر، كذلك عندها واحد جوج الوان جوج لوكات كاجول اللي غتكون ثاني غتشوفوا كريمة غيث عندها دوك الستيلات ودوك الفلاشات ديال بوز هير تشيزين. وهذا الكليب سافر بالجمهور لمنطقة أكافاي واللي شكل التحدي للمخرج سفيان. بالنسبة للتحدي اللي خديناه باش صورنا في أكافاي هو شنقول لك هو تحدي اللي فريمون اللي عرفت بأن بزاف ديال الناس يصوروا في أكافاي، ولكن هاد القضية ما منعتناش باش نصوروا حيت عندنا واحد كاينه تكون واحد لا ديفيرونس اونتر زعما لي بلون الفيديو كليبات السابقه. والتحدي الاكبر كان على عاتق كريمه اللي قررت تستلم عده مهمات بالكليب. يعني لاول مره كنوقف بلاتو كمنتجه وكصاحبه فكره وكممثله وكمغنيه في الهدف، كيخصني ندير الماكياج ونمشي نشوف لا فيغوراسيون في نفس الوقت، نمشي نشوف لا برودكسيون في نفس الوقت، فبزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله خدمنا هادشي مزوينه. بغيت نقول شكرا بزاف للمخرج صديق ديالي سفيان جراف، التيم كامل اللي خدمت معنا رائعين بزاف.